سيداتي أنستي والسادتي المشموم تيست اللي بغى يدير معنا المشموم تيست عيطوا 0530 300 300 دوحة شخبارك؟ وي صافا الحمد لله كلشي بخير وانتي؟ صافا ترونكيل الحمد لله الحمد لله. بغيتي تجربي عاد ديل هذه 4 سنين وانتي معاه؟ وي افكتيفمون 4 سنين وانا معاه. ديالكم في هاد 4 سنين هادي دوزنا يعني دوزنا الحلوه دوزنا المره، ولكن هاد العام الاخر اللي كان مشى عنده الخدمه في كازابلانكا كنحس بيه ما بقاش حتى ليه، ما بقاش كيبغي يهضر معايا في اللي فاش كيكون في الدار، كيدير ليا شي اعذار ديال الريزو ما كاينش، فاش كنفوني له كيكون اونلاين في الواتساب، كنفوني له ابل نورمال ما كيبغيش يجاوب، ولا كيتحط طالع ليا في لابيل كيقول لي لا حكا الريزو ما كاينش، لا حكا ما كنقدرش نهضر معاك انا مع الدراري في الدار، مشغول ما كيبغيش يجاوبني ديك الساعه، واخا كيكون اونلاين في الواتساب ويعني كيكون التليفون في يده ما كيجاوبنيش ديك الساعه، حتى كيمشي لشي بلاصه ولا كيقول لي انا لا ما قادش نهضر قدام الدراري صحابي وهذا وهذا. المهم ممكن ممكن هادشي عادي، هادشي درتي من الحبه قبه. لا ماشي كيفون ديال من حبه قبه، انا وليت كنشك فيه يعني، ولا كيدير ديجا اللي يعني اللي باينين، وديجا في هاد الشهر الاخر هذا قال لي راه غنجي للدار بغيت نهضر مع ماماك وداك الشيء، فجلت لي سليمان دار معايا واحد بل هي بايخه بزاف، قال لي هكا علاش دايره الحل باش يتخاف معايا باش ما يهضرش مع ماما، يعني دار معايا صبه اللي خرج بها يعني اللي خرج بها من باب واسع كما كيقولوا فهمتي. ويلي علاش دايره الكحل؟ علاش دايره الكحل؟ هو كيعرفني ديجا انا كندير الكحل وكندير المكياج والخدمه ديالي كتأنسيتي عليا انني يعني انا اوتيس دو كيس، يعني الخدمه ديالي كتأنسيتي عليا انني يكون يعني بالمكياج. انت درتي على قبل انت باش تكوني زوينه؟ انا قلت له انا الا درت لك حفه درتو على قبلك انت باش نبان في عينك زوينه فرحانه بيك وداك الشيء، هو قال لي لا هذا ماشي سبب باش تقولي هكا وما ديريش الكحل وما ديريش النظاظر، يعني سبه خاويه باش ما يهضرش مع ماما. ما ديريش النظاظر؟ ما ديريش النظاظر. نظاظر الشوف ولا نظاظر الشمس؟ لا نظاظر الشوف. ما ديريهمش؟ يعني كان جا يعني كنا انا وياه شي شهر ونساكك ما تلاقيناش، وجا لقاني دايره النظاظر، درت نظاظر بلا فاتيك، وقال لي علاش دايره النظاظر؟ علاش مكحده؟ علاش خارج هكا باش عرفت نطلق من الخدمه؟ يعني ما فاك ديري يعني الفو. هو والله يعني الصغير يعني صغير يقدر يفهم انها راه في خاويه باش ما يهضرش مع ماما. وما جاش للدار؟ لا ما جاش ما هضرش مع ماما، قال لي غنهضر مع ماماك، وهو بالطوموبيل كيسايني قدام الخدمه ديالي فاش قال لي اجي عندي بغيت نهضر معاك، قلت له راه ماما معايا، يعني فاش قلت له ماما معايا غيقول لي انا باغي نهضر معاها يعني ندوز عندها ولا نهضر معاها، ما قال لي حتى شي حاجه، قال لي اوكي معاك ماماك صافي صافي، انا جاي على ودك من كازا واخد دروب على ودك من كازا من الخدمه وجاي من الخدمه باش نشوفك، في الاخر قلت لي معاك ماما. ويلي يعني جميع الطرق ويلي جميع الطرق باش ما يهضرش. ويلي وحق الله صافي، وانا وليت فريمون كنشك فيه بزاف، يعني وليت كنشك فيه عارفه ان راه تقدر تكون شي حاجه، يعني حتى الا ما اختارنيش ما نكونش مصدومه. واخا دوحة نعيطو العديل غادي نجربو نقول ليه ربح معنا مشموم الورد، ثلاث شروط مهمة جدا في مشموم تيست، مشموم تيست هو تيست يقدر يكون بوزيتيف نيجاتيف، قبل عزك انت ما عزكش انت وراه قلتيها، حتى الا ما عزكش ما غاديش تصدمي. ثانيا الا ما عزكش خير بلاتي احسن، ولا بد خصك تهضري معاه في الاخر دوحة باش ما كان. بيان سور هادشي اللي قال لك هو غريب وعجيب. يعني راه ما تلبسيش النظاظر؟ قولي لي بغيتي نبقى ندهصص باش انت تبقى على خاطرك نبقى ندهصص انايا. يعني ربع سنين راه ماشي يعني راه دوزنا انا وياه شنو نقول لك جميع انواع الحرب العالميه دوزنا انا وياه، وحق الله يعني راه ديك العامين الاولى انا وياه الحرب دوزنا، يعني حتى هاد العامين عاد ولينا انا وياه شويه يعني درنا عقلنا فهمتي. من ناحيتاش؟ كنا كندازو بزاف، هو مغير بزاف، وانا كنت ما كتعرفش واخا راك عارف اي وراسون غاتكون هكا. واخا الدوحة نعيطو العادي يكون خير ان شاء الله. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام. اش اخبارك سيدي لاباس عليك؟ الحمد لله الله يبارك فيك. الحمد لله. نقدم لك راسي، معك كريمه من شركه ورود المغرب، حنا واحد الشركه مختصين في بيع الورود، ودرنا سيدي واحد القرعه باش نعرفوا اكثر بالمنتوج ديالنا، ومبروك عليك اليوم راك ربحتي معنا ان بوكيت فلوغ اللي يمكن لك تهديه للصديقه الحبيبه ديالك او الزوجه، فقط اعطيني السميه ديالها رقم التليفون المدينه، شي كريمه زوينه في حقها وحنا اللي كنتكلفوا بالارسال حتى لعندها.
اخي البرنامج ديجا متفرج به ياك؟ سمعتيه ما تفرجيش فيه. عادي شخبارك؟ سمعتيه ما تفرجيش فيه؟ كدير عادي شخبارك؟ وي وي معك مومو الحمد لله صحيح على بس كلشي بخير؟ الله يبارك فيك خويا مومو. الله يحفظك اخويا عادي شكون بزاف اخويا وراك في المشهد تيست راك عارف وكاين واحد السيده اللي معيطانا باش نعيطوا لك باش نجربوك شكون هي؟ ماشي مشكل مرحبا انا نقول لكم سميح عارفه وحده اييه مرحبا دوحة دوحة هي اللي معيطه باش نجربك السيدي وخلات تلبس نظاظر وخلات دير كحول خلات دير كحول تلبس نظاظر هكذا على قبلك هكذا على قبلك على قبلك انت انا خبيك انت اخويا دوحة حضري معاه دوز عليك عادي صافا الحمد لله بخير ماشي مزيان عندك الريزه دابا اه واش باقا دير زعما حتى هنايا وحرير ايه راه قالت انا قالت لنا دوزتو عامين ديال الحرب والقتال مالكم علاش؟ ايوا ماشي مشكل وانتم مع بعضياتكم انتم مع بعضياتكم باش ترتاحوا باش تكونوا بخير باش تواسيوا بعضياتكم دوحة دوحة راك دوحة راك تبغيك وباغا تزوج بك حتى انا باغي نتزوج بك ديك النهار بغاتك تشوف ما بغاتك تلاقى معاها صافي واخا مرحبا صافي صافي واخا خويا مومو شكرا بزاف مومو اسمع نقول لك واحد الحاجه علاش ديك النهار كنهضر مع ماما وقال ليها اه بغيت نتي يا خالتي نهضر معاك على ود دوحة وكان جات نتيما ندار معايا واحد السبه اللي هي بايخه دايره الكل علاش دايره مضاضر هو اول مره عرفني انا كنت كندير الكحول وكنت كندير المكياج يعني كندير المكياج ستريس ستريس الله يحسن الوان ستريس كيف تخيل اللي يبغيك راه يبغيك كيما انت ويبغيك بكحلك ويبغيك مضاضرك هادشي اللي كاين وضوحه وي وضوحه صافي دابا تندوزو التريد صافي بلا ما تبقاش تخون هضره بزاف الله يسامح الله يسامح صافي الله يسامح عادي الله يسامح ما تقلقوش انتم مع بعضياتكم واحد كيكون كيتلاقى مع بنت والبنت كتلاقى مع الولد باش يرتاحوا باش يعاودوا لبعضياتهم باش يتعاونوا على الحياه ماشي باش يتعصبوا على بعضياتهم شكرا اخويا مومو بزاف شكرا اخويا عادي الله يعاونك اخويا الله يسهل الامور الله يحفظك لي اخويا الله يسهل الامور اخويا دوحة وي مومو ريلاكس وي مومو راك شتي الهضره ديالي كي دايره انا يهضر دابا وشوف شنو دار لي تندوز التي في ما كاين مشكل هولاكس وانت اللي كتحبي انت اللي عزلتي انت اللي بغيتي تقادوا الامور ما خصك تقادوا الامور باش ما بقاش داكشي ديال شت اللي قطع عليك في العلاقات ما مزيانش ما زوينش انا باغي نكون غير مرتاحه معاه باغي نكون غير هاني انا وياه ممكن جلسوا هضروا ما درت معقول باش تقادوا الامور بيناتكم انت قبل فاش قلتي لي ضحى قلتي انتم بجوجكم دوزتو عامين في الاول ديال ماشي معقول واحد ما كي انا الاولى والله فريمون يعني كنا مازال يعني العام الاول كانت غولاسيون لاميتي انا وياه يعني كنا اصدقاء انا وياه داك السنين الاخرى اللي يعني السنين او العامين الاخرى هي اللي تولات في داك غولاسيون دامون عاد بدينا كنعرفوا بعضياتنا هو ولا كيعرف عليا شي حوايج وانا وليت يعني هاد ولينا كنحبوا فكروا في الايام اللي كنتوا فيها عامي واصدقاء وكيفاش كنتوا كتعاملوا مزيان مع بعضياتكم هادشي اللي خصو يكون ما بيناتكم الله يكمل بالخير دوحة الله يصوب امور شكرا لك ميرسي ميرسي بزاف مومو مرحبا اللي بغى يدير معنا سيداتي انستي والسادتي المشموم تيست واللي عنده علاقه واللي عنده الشك في العلاقه ديالو وموسوس وبغى يدير المشموم تيست باش يتاكد 05 30 300 300 زينب اش اخبارك؟ اهلا مومو صافا كلشي بخير وانتي؟ الحمد لله مومو انا فرحانه اليوم اللي كنهضر معاك مرحبا وكنحماق على الميسيو ديالك شكرا زينب مرحبا بغيتي تجربي جمال شنقول لك مده طويله وانا معاه مي مؤخرا تقلب عليا بزاف يعني وليت كنصوني ليه ما كيجاوبنيش وحتى الا لقى لابيل ديالي ما كيعاودش يعيط خمس سنين واو اها انتوما ماشي في نفس المدينة انتويا ماشي نفس المدينة لا ماشي في نفس المدينة انا في الرباط وهو في مهم حدا كرسي في وطات الحاج واخا وكتلاقاو كل شحال تقريبا شي تسمع البعد وداكشي كنتلاقاو مره بحال مثلا واحد 5 شهور 6 شهور بحال هكاك عاد كنتلاقاو برغم البعد والخدمه وكذا وداكشي علاش ما كنتلاقاوش بزاف علاقه يعني مؤخرا عن بعد مي كنتلاقاو زعما ماشي ما كنتلاقاوش كنتلاقاو واش كنتلاقاو كنتلاقاو
الوغ يعني تبدل عليا بزاف، ملي كيمشي لدارهم ما كيبقاش يجاوبني، ملي كنعيط ليه كيقول لي انا دابا حدا الدار، واخا هما زعما راه جاو هضروا زعما مع دارنا وداك الشيء، دارهم جاو، مي يعني دارهم جاو تبدل. عندكم. يعني هضروا قالوا لهم حنا بغينا بنتكم ولدنا داك الشيء ديالو. مي دابا وليت كنعيط ليه كنلقى لابيل ديالي ما كيجاوبنيش، ولا كيقول لي انا كنلعب، ولا راني مع الدار، ولا يعني هما دارهم راهم عارفيني، يعني خاصو يهضر معايا قدامهم زعما عادي. مي هو تبدل، وجاتني فرصة أنني نتخطب، ولد عمي بغى يخطبني وما قبلش على ودي، فاش مش حيت كان بغيه وكان موت عليه وما نقدرش نعيش بلا بيه، يعني ما نقدرش نكمل حياتي مع شي واحد اخر من غيره. لو تقدري تعيش بلا بيه؟ لا كان بس حاجة يعني مدة طويلة أنا كان عارفة. تقدري تقدري. يا الجملة يا الجملة 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 في الحب زوينة، ما نقدرش نعيش بلا بيه، ولكن تقدر تعيش بلا بيه. تقدر لا تقدر تقدر تقدر. كاملين قلنا، ولكن بعد قلنا قلنا نقدروا نعيش بلا بيه. قلنا في الاخر نقدر نعيش بلا بيه. تقول تقول كاع تقول نقدر كاع نعيش حسن بلا بيه. مي هذاك يعني ملي كيكون هذاك الانسان اللي كتبغيه معلوم كتبغي تكمل حياتك مع واحد الانسان اللي انت كتبغيه، ماشي واحد اللي انت ما كتبغيه. هادشي اللي كاين. فوالا دابا كتهضري معايا على الزواج، باش كيقول لك كان بحال هكا ملي كان صوني لي ولا شي حاجه كنقول له فوق زعما صافي راه خاصنا يعني نديرو لاكت وداك الشيء، كيقول لي انا مازال واحد شويه وراكي عارفه والخدمه وهادي ودابا ما عنديش فلوس وكذا وهادي وهادي وهادي، زعما يعني كيعطيني شي حوايج اللي واخا ماشي ماشي غير غير مقنعه، واخا بالنسبه ديالو غير مقنعه. وهو طلب منك تحيدي في فيسبوك انستغرام انت؟ ايه حيتهم على قبله باش ما لقاش معاه شي مشكل، اقسم لك يمين انا خويا مومو ما نكذب لك، حيتهم وتنسكريني لي اي حاجه، لي زابيل في واتساب كنسكريني تقريبا شاك جوغ. واو ما كتهضري مع صحاباتي مالكم مالك زعما الغيره كما كنقول يعني انا كنغير، او ملي كنقول له انا بحال مثلا ديك المره كنت عافاك عطيني مود باس ديال فيسبوك ديالك، قال لي لا ما نعطيهلكش. وغير مؤخرا تلاقينا من مور راس العام، لقيت التليفون ديالو فيه نمره نوامر ديال واحد زعما البنات، كنقول ليه شكون هذيك، كيقول لي احقا راه غير الوالده كتعيط لشي حد وكتبقى النمره عندي، ولكن النمره ما يمكنش تبقى عندك في السميه. كندخلها بالسميه وعيطت لواحد الوالده وقال وارد الوالده كتهضر كتهضر وارد الوالده كتهضر معاها الوالده كتهضر معاها في التيفو وقال قيد النوامر هنا قيد النوامر، وانا كنعطيه تليفوني كيقلبوا يعني ما عنديش مشكل، وكنسكريني ليه بلا ما زعما بلا ما يكون حدايا ولا شي حاجه، وكنسكرينو صافي ليه انا زعما ما كنهضر وكذا، يعني كنعطيه زعما بالديتاي تقارير على تقارير على حياتي. مي هو لا اذا زاد الشيء ولا حد ينقلب ضدي داك الشيء اللي كاين. المهم المهم صافي هادشي علاش بغيت نزرقو. واخا واخا انا نعيطو لي، يعني نعيطو للجمل غنشربو نقول لك بحال مش مش واش غيصيفطو لك انت، غنسمعهم دابا شويه في المشموم تيست. ثلاث شروط مهمه جدا، المشموم تيست هو تيست يقدر يكون بوزيتيف نيجاتيف، يقدر يعزك انت ما يعزكش انت، الا ما عزكش انت غير بلاتي احسن. وثالثا اهم شيء هو انه خاصك لابد لابد نهضر معاه في من بعد. هادشي اللي كاين. نعيطو داكوغ ميرسي بوكو مومو. نعيطو اوكي. الو 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 السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اش اخبارك اسيدي لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. لا بارك الله فيك. الحمد لله. نقدم لك راسي، معك كريمه من شركه ورود المغرب، حنا واحد الشركه مختصين في بيع الورود، ودرنا سيدي واحد القرعه باش نعرفوا اكثر بالمنتوج ديالنا. ومبروك عليك اليوم، راك ربحتي معنا ان بوكي دو فلوغ يمكن لك تهديه للصديقه ديالك الحبيبه او الزوجه ديالك، فقط اعطيني السميه ديالها، رقم التليفون، المدينه فين كتسكن، وشي كلمه زوينه في حقها، وحنا اللي كنتكلفوا بالارسال حتى لعندها. اختي مرحبا. مرحبا. سميتها زينب، في الرباط. شنو تكتب ليها؟ شنو بغيت تعرفي اخر؟ نعم شنو تكتب ليها اسيدي؟ لا بالله كنبغيك و شنو نقول لك، وراه متناوي نتزوجو صافي هذا ما كان كنبغيك وغادي نتزوج بك. جمال جمال معاك مومو، واش اخبارك كلشي بخير؟ اوه خويا مومو صافا بخير، كي راك خويا لاباس عليك؟ الحمد لله خويا، راك معنا في المشموم تيست، وزينب هي اللي معيطه لنا باش نعيطوا لك باش نجربوك. ياك عندها الشكوك اخويا، وانت حيدتي لها انستغرام، حيدتي لها فيسبوك، حيدتي لها كل شيء اصاحبي. اخويا ماشي حيدت لها، راه عارفه هي علاش. ايوا كل واحد عنده الحريه ديالو. كير خويا مومو،
كل شيء بخير حبيبي، كل شيء بخير. قلت لك كل واحد الحريه ديالو. لاباس كل واحد الثقه، تكون ثقه بيناتكم اخو. الله يكمل لكم الخير. زين بدر مع ربع شمال. مرحبا ربع شمال. وي بخير انا عرفتكم ما قلت لي سميتي غنخرجك من التليفون. معليش دابا تخلصت، دابا تخلصت معليش. المهم بغيت نقول لك قدام الناس كاملين بانني كنبغيك وكنحماق عليك و حتى انايا شكرا. كنبغيك الله يكمل لكم بالخير. امين مومو، شكرا بزاف ليك والله. كنشكرك، كنشكر ليكيب كامله، شكرا بزاف ليك. شكرا شكرا شكرا. المهم تعال عسى جمال. راك عيطتي لي، عيطتوا لي، راني مقصر جيم اونلاين وعيطتوا لي. انت انت عارف الزواج تاع ريفايف ريفايف. ها انت انت كلاعب اش لاعب؟ اش لاعب؟ راني مقصر اونلاين. شو لاعب؟ اش لاعب اونلاين؟ العب وارزون. وارزون يلا الله يعاونك اخويا. شكرا اخويا مومو، الله ينورك. مرحبا اخويا، مرحبا مرحبا. بقيت على خاطرك زين، كل شيء بخير مزيان. شكرا بزاف مومو، ميرسي بوكو، ميرسي ليكيب كامله بصراحه، وشكرا بزاف بزاف بزاف. عرفتي ما تصورش قداش فرحانه انا دابا. الله يفرحك والله يفرح الجميع. ديروا معنا الماتش ممتاز 05 30 300 305 30 300. سيداتي أنستي وسادتي، الماش موم تيست. اللي بغا يدير معنا الماش موم تيست، عندك علاقة، عندك شكوك في العلاقة ديالك، 05 30 300 300، 05 30 300 300. فاطمة الزهراء شخبارك؟ الحمد لله بخير، بارك الله فيك. مرحبا، كل شيء بخير. السلام عليكم بعدا. عليكم السلام. الحمد لله، الله يبارك فيك. مرحبا فاطمة الزهراء، بغيتي تجربي عبد الرحيم؟ هادي إيه. تلتسمتي معاه؟ وبدا كيتبدل عليك؟ بدا كيتبدل عليا بزاف صراحه، دابا عام هذا باش بدا كيتبدل عليا. وصراحه بديت كنشك وبغيت نجربو داكشي، علاش طلبت لكم. شنو وقع؟ اول حاجه فرحانه بزاف حيت كنهضر معاك، وهذه اول مشاركه ليا، اول مره غادي نهضر في الراديو صراحه. انا فرحانه بزاف. مرحبا. المهم كما قلت لك، انا مع السيده دابا تقريبا 3 سنين دابا. الاول كنا كنهضروا بزاف صباح وعشيه، وكنا كنهضروا على اساس الزواج وهذا. كيفاش تلاقيتي معاه؟ ولكن هذا تلاقينا في مراكش. واخا، وهضر معاك من النهار الاول على اساس الزواج. من النهار الاول حنا كنهضروا على اساس الزواج، وكنا ديما تنهضروا صباح وعشيه. يعني تنتعرفوا مزيان عاد نتزوجوا، ولكن من بعد هذيك الفكره ديال الزواج ما بقيتش كنشوفها عنده بزاف، وما بقيتش كنهضروا عليها بزاف. واخا، وفين ما كنقول ليه كنجبد معاه الموضوع تيقول لي صبري مازال، تنقول له لا راه تبدلتي، تيقول لك لا غير تيبان ليك. والله حسن لوان ممكن حسب. المهم الا ما اتصلتش انا ما كيتصلش، واخا الا ما هضرش ما كيهضرش. حتى واخا تشوفهم كونيكتي وكل شيء ما كيهضرش معايا بزاف. هادشي هذا خلاني نشك الصراحه، وهو داك الشيء علاش بغيت نجرب. دابا تحسيتي به مفراني؟ حسيت به بحال بدا كيفراني، تبدل راجع باللور. بحال كيرجع باللور، وهي ما قادرش يقول ولا ما فهمتش شنو واقع، فهمتي داك الشيء علاش. دابا انت حسيتي به بحال بغيت، ما زعمش يقول لك، ما زعمش يقول راه غادي نهايه العلاقه. شي حاجه مهم فينا، شي حاجه انا ما بقيتش الصراحه مرتاحه بزاف، وليت بحال تحس براسي لاصقه، فهمتي كيفاش. يعني انا هاد البنت كتحس براسك زايده ديما، اللي سوال ديما. واش قلتي ليه؟ قلتي ليه؟ تنقول له تبدلتي عليا، وهذا تيقول لك لا ما تبدلتش، غير تيبان لك راه غير انت اللي واخا كيبان لك شي حوايج اللي كنقول لا كدير شي حوايج ما كنتيش كديرهم من قبل، تقول لك لا غير تيبان لك واخا انت شي حاجه ما هادشي. ايوا العلاقه فاش كطوال كيكون واحد شويه ديال الملل عادي. الملل واخا واخا فاطمة الزهراء، غادي نعيطوا. ثلاث شروط مهمة جدا لما نشوفوا التيست، هو التيست يقدر يكون بوزيتيف نيجاتيف، يقدر يعزك انت ما يعزكش انت، يعني ما يعزكش انت غير بلاتي احسن. وثالثا خاصك لابد تهضري معاها في الاخر. واخا فاطمة الزهراء؟ ما عنديش مشكل. لابد تشرحي لي هادشي كامل، تشرحي لي علاش بغيتي ديري لي مشوم تيست. عيطوا لعبد الرحيم وان شاء الله يعزي فاطمة الزهراء. عيطوا ان شاء الله، كنتمنى صراحة انا مخدعة. ما تخافيش. نهار السماء. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. اش خبارك سيدي، لاباس عليك؟
الحمد لله. نقدم لك راسي مع كريمة من شركة ورود المغرب. حنا واحد الشركة مختصين في بيع الورود ودرنا سيدي واحد القرعة باش نعرفوا أكثر بالمنتوج ديالنا. مبروك عليك اليوم راك ربحتي معنا أن بوكي دفلوغ اللي يمكن لك تهديه للصديقة الحبيبة ديالك أو الزوجة. فقط عطيني السمية ديالها رقم التليفون للمدينة، شي كلمة زوينة في حقها وحنا اللي كنتكلفوا بالإرسال حتى لعندها. ألو وي كتسمعني يا سيدي؟ سمعتيني؟ ما سمعتش مزيان. اتمنى لو دابا راني في واحد ما غناخذش من وقتك بزاف. الله يجزيك بخير. شنو تبدل البلاصه؟ واخا بديت شويه نعاود نعيط. لا لا غير خليك انا نبقى معاك تتبدل البلاصه. واخا واخا. عبد الرحيم السلام عليكم. وعليكم السلام، معك مومو، اش اخبارك؟ اهلا مومو. اش من ريزور كنسمعك مزيان، كنسمعك مزيان ياك اخويا. كنسمعك مزيان الله يحفظك. يعني كلشي بخير الحمد لله وانت بخير في امان الله. الله يكبر بك اسيدي. الله يحفظك. راك معنا في المشموم تيست. شكون اللي معايا تلاقى لك باش نجربك؟ المشموم تيست كاع. كاع شكون اللي معايا تلاقى لك؟ والله ما عرفتش اخويا. ما عرفتيش؟ واخا انت راني ندوز لك اللي معايا تلاقى لك. دوز اخويا. هضري معاه. معاكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. عرفتيني ولا نقول؟ معلوم والله ودي. هانية كيدير لاباس عليك؟ الحمد لله بارك فيك. كلشي بخير؟ الحمد لله كلشي بخير. الله يبارك فيك. الله الحمد لله. عرفتها شكون؟ بيسير. شكون؟ والله يا راهي عارف. هادي واعره. كيدير لاباس الزهراء صافا؟ الحمد لله بخير. كيدير الوالد دعاء الوليد؟ كلشي بخير الحمد لله بيسير. بخير. الله يبارك فيك. واش هذا مشمو تيست ولا اش اخبارك تيست؟ اش اخبارك لاباس عليك تيست؟ ايوه. علاش ما زلتيهاش عبد الرحيم؟ نعم. علاش ما عرفتيهاش قبل ما تسمعها ما تهضر معاها؟ علاش ما عرفتيهاش؟ لا فاش سولتك شكون اللي معايا تلاقى قبلك ما عرفتيهاش. ما عرفتي شكون؟ ما عرفتش شكون. شكرا جزيلا. لماذا؟ علاش شكرا جزيلا؟ سؤال جميل. دوختوني انا في احنا دابا فاطمه الزهراء معيطه باش تجربك. انت ما عرفتيش شكون اللي معيطه على قبلك. الا ما عرفتيش شكون اللي معيطه على قبلك يعني عندك بزاف العلاقات ولا ما عرفتيش؟ لا خصني نصرف علاقات انت. والله تنقول لك ليلة الله محمد رسول الله. شكرا بزاف اخويا عبد الرحيم. تهلا في راسك اخويا. السلام عليك. سما سما فاطمه الزهراء. وي خويا مومو. من الشروط ديال المشروم تيست خصك لا بد تهضري معاه في الاخر. المشكله هو انا هو ما اختارش اصلا وما قال حتى شي حاجه اللي تخليني انا نهضر. ما عرفتش ما نقول صراحه. تلفتي ما عرفتي ما تقولي. ما هو اصلا ما قال حتى شي حاجه. ما اختار ما والو. قال لك ما عرفتش يعني ما هو باينه هنا راسو بديك ما عرفتش. انت صافي ما لا باينه فاطمه الزهراء باينه غير هو نوصيكم الله يجزيكم بالخير فاش تكون عندك شي حاجه ما تقولها لشي واحد قولها ليه بالادب والصواب والاحترام. يقولها ليه حاجه قولها ليه. انت بقيتي ساكته ما قلتي والو بقيتي ساكته. بدات هضري هضرو هو المنطق هو هذا. حنا عيطنا للسيد ما عرف شكون معناتها شناهي شو معناتها ما عرف شكون ما عندوش علاقه ولا عنده بزاف العلاقات هادشي اللي كاين. ولكن انت خاصك تدافعي على راسك وتهضري معاه تكلمي معاه. هذا ما شنو الاستنتاج ديالك ديال هادشي اللي وقع دابا شناهو فاطمه الزهراء؟ شنو فهمتي انت؟ لاباس بخير لاباس بخير المهم انت لاباس وليدك يعني ما صراحه تلفت ما عرفتش ما نقول حقاش. هو ما اختارش يعني هو ما قال حتى شي حاجه. داك الشيء اللي انا كنتسناه يقول هو ما قال ما عرفتش يعني هنا راسو بديك كلمه ما عرفتش يعني صافي. واخا دابا شنو يعني انا راه قلت لك في الاول كنقول لكم الشروط واضحه جدا في المشموم تيست. راه يقدر يعزلك يقدر ما يعزلكش. وجدوها في راسكم هذه القضيه يعزلك ولا ما يعزلكش. يعزلك ولا بد تصدر معاه. انت بقيتي ساكته. انا كنقول لك عامه زعما شوف بصفه عامه في الحياه ديالك فاطمه الزهراء الا وقعتي في شي مسائل بحال هكذا دافع على راسك هضري على راسك عبري تكوني كتعرفي تعبري وتهضري على راسك فاطمه الزهراء. الواحد تقول ليه هادشي ما مسلكنيش علاش ولا خص واحد يسول يسقسي وتعبري على المسائل. دابا شنو معقوله ديري؟ شنو غندير صراحه ما عرفتش من انت تالفه انت ياك؟ سمحوا لي بعدا بزاف الى ما عرفتش علاش ما كاين مشكل. بغيتي الناس يهضروا معاك؟ مرحبا ما عندي ما نقول راك شوف راك تالفه
تالفه بصح. تلبتي شوف انت خليك معنا ارتاحي، خليك معنا فاطمه الزهراء، عيطوا لها قبل فاطمه الزهراء 05 30 300 300. شوف بالك هادشي اللي وقع في الماتش ممتاز، عيطوا 05 30 300 300. الكماله ديال الماتش ممتاز مع فاطمه الزهراء. شكرا للناس اللي عيطوا على قبلها. عصام شخبارك اخويا، كلشي بخير؟ صافا الحمد لله، ربي يخليك امومو، كلشي مزيان الحمد لله اخويا، كلشي بخير اخويا. شكرا حتى مراكش. اش بتقول لها لفاطمه الزهراء؟ بغيت نقول لها بلي هذا السيد هذا راه غامض، سمعتي؟ او ملي ما اختارهاش في الاول، اذا الا كون لو جمعت عليها الروينه ما عرف ما عرفني جايه دقه دقه، ما عرفش ما عرفش منين جايه داكشي، ما عرفش منين جايه داكشي. هادشي باين وواضح. يعني سميتو النوع اللي كيتعامل معاه دابا مؤخرا داكشي، يعني باينه بغا يفرس بها هي، ما فهمتي؟ ما فهمتش هادشي اللي كيوقع. يطلع ميساج بهاد الطريقه هادي، بهاد التجاهل، بغا يميك، بغا يميك ميك اكزاكتومون. ميك من ميكا، من ميكا، ميك من ميكا، يدير لها ميكا اكزاكتومون. تفهموا. شكرا خويا عصام، الله يبارك فيك خويا، تبارك الله خويا. شكرا شكرا. حاجه باش تقول لفاطمه الزهراء على حسب باش ممتاز؟ غادي نقول لها انا تنظن بان العلاقات خصهم يكونوا غاديين وتزيدوا يتطوروا وتزيدوا يزيانوا. هي قالت لك بان كانوا تيهضروا بزاف وكل شيء، دابا بغات تيتجاهلها وما بقاش تيجاوبها، والطريقه هو باش ترد وكيفاش ترد وكل شيء. تبين بان يقدر ما يكونش كاع السيد عنده الشجاعه باش يقول انا بغيت نسالي ولا شي حاجه، وتيساين ان داك الشيء يسالي بوحدو ولا شي حاجه على كره. تنظن انها خاصها صافي جمع الطوي. وكتصدم دابا، هي تصدمات ياك فاطمه الزهراء، انت تصدمتي انت وديك الصدمه كتخلي واحد ما كيهضرش ما كيعرفش ما كيعبرش. الصراحه ما كنتش عارفه ما نقول. فهمتك كتوقع واحد كيتصدم ما كاينش ما كيكونش متوقع انه شي داكشي. واخا هو غامض اصلا، هو كما قال السيد، هو ولا غامض لواحد الدرجه ما بقيت كنفهم منه حتى شي حاجه. لا لا الصح ولا الغلط، يعني ما بقيت كنفهم فيه حتى شي حاجه، تبدل لواحد الدرجه اكثر من الغموض. فهمتي؟ يعني صراحة توقعت انه ما يقولش، كنت متوقع انه ما يقولش. انت كنت متوقع انه ما غاديش يعزلك، انت كنت متوقع انت يا كنت متوقع تقريبا، حنت الطريقه باش ولا كيتعامل معايا ولا كيفاش ولا كيهضر معايا خلتني كنقول بحال واش غادي يعزلني. غادي يعني كيعزل الطريقه دي باش يحاول يفهم الاخر انه ما بقاش بغا يبقى معاه، بغى يحبس العلاقه. كيتصرف بهذه الطريقه، كيتسخر له، كيتهرب، الهضره كتقلال، الجواب ديال التعيات كيقلال، ما باش واحد يفهم راسه. الاكثريه حيت كان واحد الاهتمام يعني كبير في الاول، كبير بزاف يعني لدرجه راه هادشي اللي كيوقع في العلاقات، هادشي اللي كيوقع خليني تنقول عمره ما يتبدل بصراحه. ولكن أول حياتي هذه ما كاين مشكل، حياتي هذه يعيق ويعرف اش الواقع. شكرا مرحبا لكم بزاف، مرحبا على الراس والعين. مرحبا اللي بغى يدير معنا الماتش ممتاز 05 30